وللحديث عن آخر تطورات المشهد السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير وكالة المصدر الإخبارية نورس العرفي. سيد نورس، مرحبا بكم. أنباء تتحدث عن تحشيدات عسكرية للنظام وقصف على معرة النعمان، كيف ترى المشهد من الناحية الميدانية؟ أهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة قبل قليل كنت أتحدث مع المراسلين بالداخل عن طبيعة الأمر، عن الأوضاع الميدانية. طبعا كان هناك قصف لمشفى بأورم أو المركز الصحي في الزربة ومشفى الإيمان في أورم الكبرى، وكان هناك قصف على النقطة التركية بالمدفعية من منطقة عنادان. هناك أنباء لم نتأكد منها حقيقة بشكل مؤكد أو 100% عن وصول تعزيزات لقوات النظام. تلك التعزيزات وصلت إلى ريف حلب الغربي، لكن لا يوجد أي تغيرات على أوضاع ريف حلب أو أوضاع المناطق هناك. الصفحات الإعلامية التابعة لميليشيات الأسد هي التي تحدثت عن تعزيزات لقوات النظام. بالمجمل تلك الهدن التي يطلقها الروس ونظام الأسد هي هدن لصالحهم، لإعادة رص الصفوف، لإعادة تعزيز المواقع، لتحصين المواقع التي سيطروا عليها مؤخرا. إذن هي هدنة ليست بصالح الثوار. الآن هدوء نسبي بإدلب بعد هذه الهدنة، لكن قبل قليل حصل انفجار شرق إدلب، انفجار عنيف إلى الآن قبل دقائق، قبل حوالي 10 دقائق من الآن. لما نتمكن من معرفة ما هي هذا الانفجار أو سبب الانفجار في الشمال باتجاه الجنوب من إدلب، أيضا هناك انفجار. الوضع ليس هادئ، هناك تخبطات، هناك تحركات من قبل قوات النظام. الهدن يعلم الثوار جيدا بأنها لصالح هذا النظام الذي كما تفضلتم بتقريركم قبل قليل يستخدم سياسة الأرض المحروقة ليتمكن من التقدم والسيطرة على المناطق التي سيطر عليها مؤخرا. طيب سيد نورس، إعلان النظام هدنة أحادية الجانب في إدلب، كيف يمكن أن نفسره؟ ما الغاية منه في هذا الوقت تحديدا؟ نعم، النظام يتقدم ويتقدم كما ذكرت قبل قليل وذكرتم أنتم بسياسة أرض محروقة، قاضي سياسة طيران وأرض محروقة ثم يتقدم. هذه الهدنة هي لرص الصفوف، وهي لإعادة ترتيب الأوراق، هي لتعزيز المناطق التي سيطر عليها، لتعزيز الثمانية، لتعزيز الإخوان، لكي يتمكن من التقدم على محاور أخرى. الثوار يدركون ويجب أن يدركوا ذلك، إن لم يكونوا يدركوا بأن هذه الهدن لصالح النظام وهي أحادية الجانب. الثوار لم يقبلوا بها طبعا، ولكن يسكتون ولا يقولون بأننا لا نقبل بها لأنها لتخفيف الضغط على المدنيين. يعني هم يتمنون بأن يكون القتال على الجبهات بينهم وبين النظام وجها لوجه. لا مشكلة، استخدم سياسة الأرض المحروقة ولكن على الجبهات. لماذا تقتل المدنيين؟ لماذا تقصف المناطق المدنية؟ الضربة المزدوجة التي كانت في تاريخ 22 من الشهر الثامن من الشهر الجاري الآن كانت جريمة تعتبر من جرائم الحرب. ضربة على سوق شعبي بعد 10 دقائق تأتي الضربة الثانية لتقتل طواقم الإسعاف، تقتل المدنيين. إذن النظام يقصف المناطق المدنية، يريد قتل أكبر عدد من المدنيين. الهدنة بشكل عام هي لصالح النظام، لكن بسبب المجازر العنيفة التي تحصل وللتخفيف عن المدنيين الثوار يسكتون عندما يقول النظام هدنة من طرف واحد، لكنها لصالح النظام لترتيب أوراقه لتعزيز النقاط التي سيطر عليها مؤخرا. سيد نورس، مع استمرار سياسة قضم الأرض هنا، أين موقف الضامنين لاتفاقيات أستانا وكيف سيكون رد فعل المعارضة السورية؟ سؤال بمحله أشكرك عليه. حقيقة ما يحصل الآن من متغيرات على الأرض هو يعني نتائج المباحثات التي تحصل في أرقة السياسة. الوضع السياسي والتجاذبات السياسية هي التي تنعكس على الأرض بالوكالة. عندما يكون هناك تقارب بين أنقرة وموسكو نرى الأمور هادئة، لا يوجد شيء، لا يوجد قصف، لا يوجد غارات. عندما تحدث تباعد الأفكار الآن مثلا
بحديث أمريكا وتركيا على المنطقة الآمنة والذي وصل إلى أشواط متقدمة، هذا الأمر لا يعجب روسيا، لا يعجب إيران. كيف ترد؟ ترد على المدنيين، ترد بالقصف، ترد بالهجوم. هذه رسالة لتركيا بأن لا نقبل بالمنطقة الآمنة التي تقومون بها الآن مع أمريكا. إذن التجاذبات السياسية التي تحصل في قاعات وأروقة السياسة والمباحثات السياسية تنعكس على الأرض. الضامن التركي هو أحد الضامنين بالنسبة لأستانا، لكن أوراق أستانا كلها سقطت، سقطت ورقة السود، سقطت تلك الورقة، لا يوجد ضامن. الآن تركيا تحاول جاهدة أن تبقى واقفة مع الثورة السورية، لكنها بشكل عام هي وحيدة الآن، هي وحيدة تقف مع الثورة السورية. حتى الدول العربية التي قالت بأنها أصدقاء، الدول العربية والأوروبية طبعا التي قالت بأنها أصدقاء الشعب السوري، أين هي؟ تبخرت. إذا تركيا حاولت إيقاف الهجوم على إدلب، تحاول جاهدة لكنها بقيت وحيدة، لا يوجد أي دولة عربية. نعم سيد نورس من إسطنبول، مدير وكالة المصدر الإخبارية نورس العرفي، شكرا جزيلا لكم.